ادخلي لو لا قدر الله حصل حدث. بقى نعم الموقف نفسه. نعم الموقف نفسه بيبقى خضه، نعم. خصوصا لو مفيش حاجه، لو مفيش حاجه سوابق تقول ان في مره واحده كده الموضوع جه من الباب اللي يبدا ساكت 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 تجرأ اتفاجئ هي بالموقف. نعم. ده بيحصل. نعم. والحقيقه ممكن ستات كتير ترتبك. نعم. وخصوصا لما يبقى مدير. نعم. وله سلطه عليه، ان انا ممكن بيطردني من العمل وافقد العمل بتاعها، ايضا يقف ضدي، خايفه ان محدش يقف جنبها يلفق لها اي بلوه. للاسف مجتمعاتنا العربيه تحرش وبيش انت الغلطه، ما بتبقاش عارفه هي تتصرف ازاي بطريقه صحيحه. كلمينا بقى عن الموقف نفسه، الوضوح، حصل التحرش، لازم تتصرف ازاي، صوت عالي صوتها، تعمل ايه؟ لا لان استتروا قدر ما تستطيعون، ان انت متعرضه في مجتمع ما فيش داعي انك تفضحي نفسك، لكن لازم الطرف الاخر لو حسك انت ضعيفه، لان هي حتى سميتيها فضيحه ليه قبل ما تكلم قبل ما تكملي كلامك؟ ليه سميتيها فضيحه؟ استتري على قد ما تقدري. لا لان قدر ما تقدري، ما بفضحش نفسي، انا بفضح المتحرش. انت مضطر اني انا، شوفي ندى حبيبتي، اذا الامر لا يستحق ليش ندير شوشره اكثر من مساله؟ انا اقدر اني ندير ضابط اللي يستحق اعمل شوشره. هنقولوها، ما هو انت جاتك ثلاث اسئله على بعض. تمام. هي بس بدايه، وهذه اللي ننبه عليها السيدات، الضعف من اكبر مداخل التحرش. انت عندك ضعف عاطفي، سمعتي خبر وفاه، ابنك مريض، اوعي تخلي حد يطبطب عليك، لان بدايتها تطبطب ثم تحرش تكون. هو يظن الرجال هكذا يتصل اليهم اللغه، انت عاوزه حد يطبطب عليك فتح باب، فما نفعلش هذا الامر. ان نكون دائما قويه وواضحه، ما نشوفش مباشره، بدي هو في اي تصرف، يعني حاول يمد ورقه يفتح، بحاول يمسك ايدي، فانا نقول له معلش حط هنا، ليش نعيط وليش ننبه الجميع والامر اني نقدر نوقفه، نقدر نحط ضابط ليه. بينما لو انا فتحت الموضوع، انت قلتي ليش انا قلت فضيحه، غنجاوبك، لان اولا الكل بيكذبك، وهو حتطلعي انك انت اللي مش كويسه، تمام؟ واحد يصدق وواحد يكذب، وانت قدرت تسيطري على الموقف، علاش نفتح باب انا ما فيش داعي ليه، تمام؟ ثم اذا كان انت ضبطت الموقف بينك وبينه، الرجال هنا ممكن يسكت، لكن لو انت يعني فتحت الامر هيحاول ان هو يمرمطك، اخواتنا المصريين ايوه يمرمطك رسمي. فهنا عشان هيك انا قلت فضيحه ليه؟ لان احنا في المجتمعات الشرقيه شئنا ام ابينا لابد ان احنا نعترف بهذا الامر. يعني احنا حتى خبر الكارثه يوضع في بس بالخط العريض، والخبر التبرئه دائما يجي في اخر ولا يهتم ولا تشوف. حتى لو تشوفي امر على السوشيال ميديا المتابعات بالمليون، لما يطلعوا انه هو خطا ثلاثه اربعه اللي يتابعوا. فعلشان هيك لابد انك انت تكوني واضحه وصريحه، ومن الاول انا ما نفتحش الباب بالضوابط اللي قلناها. للاسف احنا العربيات في الامور احيانا تبسطوا، التبسط نقصد به كسر الحاجز المهني. لو سمعوكي بتقولي كده هيقول لك ده الدنيا في اوروبا بتبقى مفتوحه على الاخر، مفتوحه على الاخر. من قال ان لا يحدث تحرش؟ يعني من كم يوم كان في فضيحه في فرنسا، اعترفوا هم في الفاتيكان اللي هي المفروض هادو اهل دين، تحرش بعدد مش حتقدر تصدقيه من الاطفال، مئات الالاف من الاطفال. في بحث، في تقرير في الامم المتحده، ان من كل 100 سيده عامله فوق ال 45% فيهم تم التحرش بهم جسديا. تخيل ايش معنى جسديا، يعني اقل شيء لمسه. فما بالك التلفظ؟ فمن قال ان هم ما يتعرضوش للتحرش؟ بس هم في بعض الامور لا يقفوا عليها، لكن احنا كحياءنا وضبطنا لا اسمح لاجنبي ان يلمس يدي، لا اسمح انه يقول لي مثلا انت حلوه، لا ما ينفعش. بس هم عندهم هذه اطراءات وامور عاديه. وبالنسبه لسؤالك الجميل اللي قلتي، يعني انا اخذه بكل الاسباب ومع هذا تم التحرش بي، حنعطيك تصرف ازاي بقى؟ لا مش حنتصرف، انا بس حنقول لك حاجه. تخيلي انت حاطه اي نبتين نفس بعض، تمام، في الهواء الطلق، هذه خديتي عليها ساعه في النخيل ولفتي عليها، وهذه خليتيها هيك، جت رياح قويه، الاثنين حيتأدوا، بس هل حيتأدوا بنفس المنظر؟ لا طبعا. فالمرأة المتسترة والمرأة السافرة، ممكن كل الرجال مرضى في اللي قلت لك على الكعبة، وهي ويحدث رغبة والعياذ بالله وشهوة، لأن ربي قال هيك في نفس هذا في قلبه مرض. بصي يا دكتورة، أنا يعني معاكي في كل اللي أنت بتقوليه، ولكن أختلف معاكي في نقطة، إن المتحرش هي دماغه كده، سواء لابسة أو مش لابسة، لكن البعض. أنا بلبس ليه؟ أنا بلبس عشان ربنا امرني بكده، ماليش دعوه. نعم. بقى نعم. هو لو تحرش وانا لابسه ومن الباب هو عليه. نعم. جزء كبير. هو هي يا تسنيم، ربي امرها هيك علشان الذي في قلبه مرض، من 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 اسباب الحفظ، علشان ما يطمعش فيك اللي في قلبه مرض. حمايه النفس. ايوه حمايه النفس اللي عليا 100%. يعني قلت لك الشجره المحاطه، يعني لا قدر الله في اللي ما يفرقش عنده سافره كبيره صغيره متنقبه بيلمس بيحرك بيترفض، تمام، بس الادم زي بعضها، زي ما قلت لك هذه حتتعرض لأذى كبير جدا، بس هذه الأذى حيكون أقل، لأن الله سبحانه وتعالى فرض علي هذا الحجاب، فبحكمته هو بيسترني به، بحكمته وبعزته هو بيسترني به. يا رب، يا ربنا يجعلنا كل